للأسف معظمنا بيهمل في الاعتناء بالكبد ومش بنفكر أصلا في كيفية تفادي العادات اللي ممكن تدمره. لو الطبيب ما بلغناش بالتحديد إن الشخص ده مصاب بمشكلة في الكبد زي مرض القناة الصفراوية أو تليف الكبد أو مرض الكبد الدهني، فإحنا مش بناخد في بالنا ولا بنهتم، مع إن الكبد بيلعب دور حاسم في تنظيم وظائف الجسم. على سبيل المثال، الكبد هو اللي بينظم عملية التمثيل الغذائي، لأنه هو اللي هيحول العناصر الغذائية اللي بنحصل عليها من الوجبات الغذائية لمواد ممكن الجسم يستخدمها أو يخزنها علشان يبقى يستخدمها بعد كده. كمان الكبد هو بوابة الغذاء والفلتر الكبير اللي بيعالج المواد السامة، إما إنه هو يطلعها برا الجسم أو يحولها إلى شيء أفضل ممكن إعادة استخدامه. لذلك لازم نهتم باستمرار بنوع الأطعمة اللي احنا بنتناولها، لأنها ممكن تكون أطعمة مدمرة للكبد، وكمان بعض المشروبات السيئة اللي ممكن تأثر بالسلب على الكبد. فلو كنت بتعاني من مشكلة في الكبد أو الآن بحدوث مشكلة ما في الكبد، فدي حلقة من أفضل الحلقات اللي هتتعرف فيها على الأطعمة التي يجب تجنبها أو على الأقل تتناولها باعتدال علشان تحافظ على صحة كبدك. أول الأطعمة الضارة للكبد معانا وهي الأطعمة الدهنية. الأطعمة الدهنية بجميع أنواعها مش بتفيد الكبد. الكبد مسؤول عن تكسير الدهون وتحويلها لطاقة، لذلك تناول الكثير من الأطعمة الدهنية هيؤدي إلى إرهاق الكبد. كمان ممكن يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، وهو تراكم الدهون في خلايا الكبد. على سبيل المثال، تناول البطاطس المقلية بانتظام اللي فيها نسبة عالية من الدهون المشبعة ساهم في المشكلة دي. كمان ممكن يؤدي إلى التهاب على المدى الطويل. من المعروف أن الالتهاب يتسبب في تكوين أنسجة ندبية في الكبد، ودي مضاعفات تعرف باسم تليف الكبد. فبدلا من تناول البطاطس المقلية، ممكن نضيف المزيد من الألياف لنظامنا الغذائي. كوب واحد من التوت الأزرق هيوفر ما يقرب من 4 جرام من الألياف. كمان تم الربط ما بين تناول التوت الأزرق وتقليل إصابة الكبد المزمنة. تاني حاجة في الأطعمة وهي الببروني. الدهون المشبعة واحدة من أسوأ الأشياء بالنسبة للكبد، وبما أن اللحوم المصنعة اللي زي الببروني بتحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة، فمن الأفضل الابتعاد عنها. ومع ذلك ممكن تتجنب الببروني على وجه الخصوص، لأنه من أسوأ الأطعمة اللي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. يحتوي حوالي على 17.7 جرام من الدهون المشبعة لكل 100 جرام، يعني نسبة تعادل 89% من احتياجك اليومي من الدهون المشبعة. ووفقا لمؤسسة الكبد، فإن الدهون المشبعة هي أكثر ضررا على التمثيل الغذائي من الدهون الأخرى. ممكن نستبدل الببروني أو اللحوم المعالجة التانية بإن احنا نستخدم دقيق الشوفان اللي ممكن في الواقع يعكس آثار مرض الكبد الدهني. رقم 3، برجر الجبن. بيتمتع برجر الجبنة بسمعة سيئة لأنه بيحتوي على نسبة عالية كمان من الدهون المشبعة. وفقا لجمعية القلب الأمريكية، بيوجد في الغالب في المنتجات والزيوت الحيوانية، وممكن يزود في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. بتحتوي بعض شطائر البرجر للوجبات السريعة على ما يصل ل 16 جرام من الدهون المشبعة. فلو انت اللي مش هتصنع البرجر ده وتطبخه بنفسك، فالأفضل ان انت تتجنبه. البدائل عندنا ان احنا نعتمد على الخضروات، لانها مصدر غني بالالياف وبتحتوي على نسبة قليلة جدا من الدهون المشبعة او لا تحتوي على الاطلاق، وده بيخليها خيار غذائي مثالي لما بتيجي تفكر في الاعتناء بصحة كبدك. كمان تم ربط مركب طبيعي موجود في البروكلي والخضروات الصليبية الاخرى، مركب اسمه الاندول، ده بيقوم بمكافحة مرض الكبد الدهني. رقم 4، الكريمة المخفوقة. باستثناء طعمها الحلو والسكري، لكن لما يتعلق الأمر بالنظر للكريمة المخفوقة من وجهة نظر صحية، فللأسف الشديد ما عندهاش أي فوائد على الإطلاق. الكريمة المخفوقة عندها سعرات حرارية وسكر ودهون ودهون مشبعة بنسبة عالية جدا، تصل إلى 23.2 جرام لكل كوب من الكريمة. وزيها زي كل الأطعمة التانية اللي عندها نسبة عالية
من الدهون المشبعة الأفضل إن إحنا نتجنبها ونتجنب إضافتها للحلويات والمشروبات إذا كنا بنفكر فعليا في الاعتناء بصحة الكبد. الطعام رقم 5 وهي الزبدة. منتجات الألبان ممكن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الكبد، ولسوء الحظ بيشمل هذه المنتجات الزبدة. الزبدة لا تعتبر من منتجات الألبان فقط، لكن كمان عندها مستويات عالية من الدهون المشبعة. فبدلا من طهي الزبدة ممكن نستبدلها بزيت الزيتون اللي بيحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية اللي بتقلل مستويات إنزيمات الكبد. كمان استبدال الزبدة زيت الزيتون هيساعد في التحكم في الوزن وفقدانه. رقم 6 الحليب كامل الدسم. الكوب الواحد من الحليب كامل الدسم بيحتوي على حوالي 9 جرام من الدهون المشبعة، وده مش مثالي بالنسبة لشخص بيفكر في الكبد، لكن الحليب بشكل عام مش أمر محظور. ممكن تكون منتجات الألبان قليلة الدسم أو اللي بتحتوي على نسبة عالية من بروتين مصل اللبن ضرورية لتجنب تلف الكبد في المستقبل. فبدلا من شرب الحليب كامل الدسم ممكن نستبدل بالنسخة قليلة الدسم، أو نبدله للشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات المفيدة اللي ممكن نتناولها للاعتناء بالكبد. ومؤخرا معظم الأبحاث بتتكلم على أن تناول الشاي الأخضر بانتظام عنده القدرة على تحسين علامات الدم بالنسبة لصحة الكبد. رقم 7 بعض الزيوت. كتير من الزيوت النباتية على الرغم من انها تبدو صحية علشان نباتية، لكن في الواقع بتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، زي زيت نواة النخيل وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو وبعض الشحوم البقرية. بتشير الابحاث الى ان بعض المواد الكيميائية اللي موجودة في الافوكادو ممكن تقاوم وتبطئ تلف الكبد المحتمل، على الرغم من ان الدراسة اللي نشرتها ساينس ديلي تشير الى ان الافوكادو الطازج الكامل ممكن يكون الطهي بزيت الأفوكادو بديل ممتاز وأكثر فائدة لزيوت النخيل وجوز الهند. رقم 8 الايس كريم. في الحقيقة المفترض ان احنا نتجنب اي حلوى بتحتوي على مستويات عالية من السكر اذا كنا عايزين نعتني بصحة الكبد. ومع ذلك معظم الايس كريم بيحتوي على حوالي 92% من القيمة اليومية لكل نصف كوب من الدهون المشبعة. فلو انت بتعاني من مشاكل في الكبد مش هتقدر تتحمل المستويات العالية ديت من الدهون المشبعة. والمفترض ان احنا بنبتعد او بنتجنب الحلويات كلها اللي ممكن نستخدمها في تزيين الكيك او اي حلويات بتضاف زي الكريمة المخفوقة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. اخر طعام معانا وهو جبنة الريكوتا. بشكل عام الجبنة مش افضل اختيار غذائي للكبد، ولكن في الحقيقة جبن الريكوتا بالتحديد من اسوأ الخيارات اللي ممكن حد يختارها من منتجات الالبان. عندها حوالي 10.5 جرام من الدهون المشبعة في الكوب الواحد، وبالتالي يجب ان احنا نتجنب جبن الريكوتا من قبل اي شخص بيعاني من مشاكل في الكبد. ولو انت عايز تاكل فالبدائل الموجودة عندنا في المكسرات اللي هي خيار صحي للوجبات الخفيفة. كمان ممكن الاعتماد على مصادر فيتامين إيه الوفيرة زي اللوز والجوز لأنها بتحمي الجسم من أمراض الكبد الدهنية، بل وبتقدم للقلب بعض الفوائد الصحية وكمان فوائد أخرى للأوعية الدموية. وقبل نهاية حلقتنا بنحب نفكركم ان جميع مصادر معلوماتنا هتلاقوها في وصف الفيديو، وممكن تشرفونا بزيارة موقعنا www.riaya.com وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا اي استفسارات ياريت تكتبولنا في التعليقات وهنجاوب عليها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.